اهلا بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، ويتجدد اللقاء مع برنامجكم الاهلي خط احمر. اهلا بك فارس. اهلا بك يا اسامه، واهلا بكل جمهور قناه الاهلي والنادي الاهلي، واكيد برنامجهم الاهلي خط احمر. أكيد. حلقه مهمه طبعا ان شاء الله، وطبعا كل الناس بتقول يا رب ولا صوت يعلو فوق صوت، يعني مباراه نهائي دوري ابطال افريقيا امام الوداد. ولكن الحقيقه يعني تلقينا خبر صادم الاسبوع الماضي، يعني الكابتن اسلام الشاطر بنقدم له كل يعني خالص التعازي في وفاه المرحوم باذن الله والده. والحقيقه كان في عزاء في اسكندريه وعزاء في القاهره، في لقطات طبعا من العزاء اللي كان في اسكندريه، ولكن عنده كلام كتير حابب يوجهه لكل الناس اللي قدمت التعازي بشكل صادق. طبعا خالص العزاء للكابتن اسلام الشاطر في وفاه والده الحاج محمود الشاطر، و ربنا يصبره ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. لحظات بتبقى صعبة طبعا على كل حد، نسأل ليه ربنا أنه يثبته، وأكيد بتبقى لحظات قاسية على الجميع مرينا بيها، ولحظات يا أسامة الإنسان فيها بيكون محتاج كلنا يعني نكون جنب بعض في لحظات زي دي، وربنا يرحم والده طبعا. وأكيد محتاجين ننوه على العزاء اللي موجود، طبعا كان في عزاء في الأسكندرية وفي عزاء أيضا موجود في القاهرة تم الإعلان عنه اليوم. أكيد كابتن إسلام كتب نتقدم بجزيل الشكر والامتنان، يعني دي لقطات لسه مستمرين مع لقطات العزاء معانا لسه اللقطات طبعا في اسكندريه. ربنا يغفر له ويرحمه يعني ويلهم اهله الصبر وذويه السلوان، وربنا يجعلها اخر الاحزان في عائله الشاطر كابتن اسلام الشاطر. طبعا الكابتن اسلام الشاطر المدير التنفيذي لشركه لايف، ربنا يرحم والده ويصبر ده طبعا عنه. يعني كابتن اسلام واسره او عائله الشاطر بتتقدم يعني بالشكر، وخلينا نقراه يعني نتقدم بجزيل الشكر والامتنان والتقدير والعرفان لكل من قدم لنا التعزيه الصادقه والمواساه الحسنه في وفاه والدنا المرحوم باذن الله، ونسال الله تعالى العزيز الرحيم ان يجنبكم الشر وان يحفظكم. نشكركم ونسال الله ان يرعاكم بعنايته وأن يجنبكم كل مكروه. وتعلن عائلة الشاطر عن تقبل عزاء بالقاهرة يوم الاثنين إن شاء الله الموافق 6/5 بمسجد الحمدية الشاذلية، 5/6 بمسجد الحمدية الشاذلية بعد صلاة المغرب، وإنا لله وإنا إليه راجعون. يبقى العزاء يوم الاثنين 5/6 بمسجد الحمدية الشاذلية، وكان في عزاء أيضا في الأسكندرية. ربنا يرحم والد كابتن إسلام الشاطر ويصبره، وإن شاء الله بإذن الله تكون آخر الأحزان.